النهارده بنتقابل علشان المؤتمر السنوي السابع للمعهد القومي للسكر والغدد الصماء اللي بيقام سنويا وبيحضروا اكتر من 1000 طبيب عشان نناقش المستجدات في علاج السكر والكشف عن مضاعفاته. الحقيقه بيشترك معانا جميع اساتذه السكر والغدد الصماء في جامعات مصر علشان خاطر نتناقش فيما يفيد المريض السكر. النهاردة هنستعرض الحمد لله ان في حاجتين مهمين جدا من المؤتمر اللي فات للمؤتمر. نمرة واحد ان احنا ابتدت الدراسة في الدبلوم المهني للسكر دراسة مدة عام للحاصلين على دراسات عليا في البطن او الاطفال او غدد الصماء يحصلوا بعدها على ان هو يبقى اخصائي سكر. لاول مرة في مصر هيبقى في حد اسمه اخصائي سكر. الحاجة الثانية ان احنا ابتدينا المشروع اللي بنحارب عليه بقالنا فترة اللي هي قرية خالية من مضاعفات السكر. ان الجمعة اللي فاتت عملنا رحنا قرية المداري في اسيوط، احنا عملنا تحليل لجميع سكان القرية واللي طلع عنده السكر، عملنا له كشف مبكر عن المضاعفات، عملنا له تحاليل، عملنا له رسم قلب، ايقاع القلب، كشف قرع عين، كشف اعصاب، كشف اوعية دموية، عملنا له كل اي حاجة ليها علاقة بمضاعفات السكر، تحاليل كاملة للكبد والكلى والدهون والغدة الدرقية وتراكم السكر 3 شهور، وحددنا العلاج بتاعه وادينا له علاجه معاه على اساس نبتدي نعمل مسح للسكر في مصر، نقدم خريطة صحية للسكر وخريطة صحية لمضاعفات السكر في مصر. عملنا الحمد لله معهد تمريض 5 سنين في مصر، ابتدت نسبة النجاح فيه من أعلى نسب النجاح في مدارس التمريض ومعاهد التمريض في مصر. بالتدريج إن شاء الله إيدينا في إيدين في بعض علشان خاطر نقدم خدمة مميزة لمريض السكر في مصر. كل هو سنة وأنتم ده المؤتمر بتاع المعهد يا دكتور، متوقع إن حضرتك تتكلم عن إيه في بالنسبة لوضع مصر بالنسبة لمرض السكر؟ إحنا دلوقتي الحقيقة بين نمرة 7 العالم في عدد المصابين بالسكر، وتقريبا 8.5 مليون مصاب بالسكر، في قدهم مش مشخصين، في نصهم في مرحلة ما قبل السكر اللي هم ماشيين ان يجي لهم سكر، وده حقيقة وضع خطير. عشان كده احنا لما بنعمل مسح علشان خاطر نعرف العدد الحقيقي للمصابين بالسكر، توزيع السكر في مصر في المحافظات ازاي، توزيع مضاعفات السكر عشان نعمل ازاي خطة علشان نقلل نسبة الإصابة بالسكر، نمنع مضاعفات السكر بحيث نقدم احصائيات حقيقية عن نسبة الإصابة بالسكر في مصر. حضرتك بتنصح بايه لمنع الإصابة بال ان الناس تبعد عن السمنة، تمارس الرياضة، تبعد عن الوجبات الجاهزة، ما تقعدش كتير على النت، ما تقعدش كتير على الدش، لازم تمارس الرياضة ولو المشي لمدة نص ساعة يوميا، ودوت هيقلل الإصابة بالسمنة. السمنة هي المفتاح السحري للإصابة بالسكر، ولو حصل إصابة بالسكر نظبط السكر على مدار 24 ساعة عشان نضحك الجسم أكنه ما عندوش سكر. شكرا.